أنا شفتك في الفوازير على فكرة. فوازير إيه؟ فوازير رمضان في التلفزيون والألف ليلة وليلة باين. آه بس من المدة يعني. انت ايه اللي شغاله في الحاجات دي؟ مش فاهم. وانا هشتغل ايه يعني؟ اشتغل في محمد رسول الله. كان اسمك الملك بعجوره باين. ها عجبت ايه؟ شنكوره؟ ما انت بيقول لكم اسامي عجيبه كده. شنكوره كان اسمك الملك ايه؟ قول قول على مسؤوليتي ما تخافش. ملك ايه؟ كهلان. وفرحان قوي. روح روح مين؟ طب حودي وشي الناحيه دي وقول انت اهلا وسهلا. انتوا قاعدين كده انتوا مستنيين تحلقوا ولا ايه؟ زي اللي قاعدين عند الحلاق. يلا شد حيلك اهو. يلا يلا خلي الليله دي تعدي على خير. بص اغزي شيطان كده وسمي وقول على طول. ها بس سمي من فضلك، يكون حد عامل لك حاجه في الشاي ولا حاجه. انا مستني حضرتك على مهلك خالص. سمي، هو انت هتقرا القران كله ولا حاجه؟ سيد هنفضل طول الليل نقول سيد طول الليل. سيد انت هتكتب كتابك على الهانم الصغيره. ومالك عامل زي الزغل كده ليه؟ اعمل ايه؟ هتتجوز الهانم الصغيره. هانم مين؟ هانم دي. انتوا طمعانين فيا بقى. ايه يا حصل؟ عشان انا دبلوم صنايع. لا اتجوز مين؟ الهانم الصغيره. الهانم دي؟ ايوه دي مرات البيه ده. ايوه ده. يعني انا والبيه هنبقى ضراير؟ لما هتتجوز الهانم الصغيره وخلصنا. بتحبيني اهو ده. أنا قلبي كان حاسس إن أنت بتحبيني. إذن فأنت تنششي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي. وكنت فوق الجبل تسلحمي بنار الهوى فكنت كما كان السؤاد كما انتهى. أما أنت ففي الزبالة كنت أنا. أما أنت ففي الزبالة كنتما وكنت تحت السرير تفلي نفسك ملقم لا تعى. أتجوز مين؟ أتجوز مين أنا بيه؟ الهانم الصغيرة. كل شوية صغيرة دي صغيرة دي بغلة. صغيرة إيه؟ أنت عايز تسكت ليه يا كابتن؟ ما بتقولش حاجة. أنتوا عايزين تجوزوها لي ليه؟ هو اتضح إن في حاجة معيوبة؟ يعني الشاسية اتعوج لا مؤاخذة لا مؤاخذة دبلوم صنايع وأعذر كلامي وبعدين إحنا الشبان زي بعضينا. سلمني نضيف اسلمك نضيف. ايه بتضحك ليه؟ بيضحك ليه؟ بتضحكوا ليه؟ مش فاهم. ما انت كمان بتطلع في التلفزيون. حد جوز واحده اسمها زغلول؟ انتوا بيجيبوا الكلام ده منين؟ تجوز عباس احسن. عباس ده مين؟ اخت زغلول. قول. انت مجنون يا انت ولا؟ نعم نعم نعم. انت مجنون ولا بتخرب؟
لا شيء. علي انا الكلام ده؟ لا معلش قولها تاني. لا والله ما انا معدي. خلاص خلينا قاعدين. قول انت مجنون ولا بتخرف كده؟ انت مجنون يا ولد ولا بتخرف؟ انت مجنون ولا بتخرف؟ مش حلوه. ماشي تعبد. قول يا ابني. قول يا جدع. الواد سوره باين ولا ايه؟ قول يا ابني. يا ابني قول. يا ابني احنا مش عايزين نشتغل بقى. ان مش احنا في ورشه هنا ولا ايه؟ مش فاهم بتعملي ورايا ايه؟ مش عايز منكم حاجه. في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه؟ اسمع يا سيد. سيد ايوه زكريا.